السلام عليكم، معكم مازن. النهارده هنلعب لعبة كول اوف ديوتي، لعب المهمات. مش هلعب مالتي بلاير، وخلينا نخش وانا خلينا نلعب دي. يلا نعمل السيف 2 ده اس 2 دوت رمز، يعني مفيش حد يعرفه، مفيش يعني الرمز ده لو اي حد يتخيله مش عارف يعمله. يلا كول اوف ديوتي، اللعبة دي جاحدة ونزلت على الكمبيوتر، لكن اللعبة دي قديمة واللي جرافيكس بتاعها يطلع ايه، مش حلو قوي. يعني ايه جرافيكس؟ اللي جرافيكس بتاعها مش وحش قوي يعني. يلا بقى، وانا بلعب على محاكي البي اس بي، وان شاء الله اللعب كلها هتبقى على البي اس بي، وهصور لكم عن سبايدر مان واللعب دي كلها. يلا بقى نخش، والحرب اهي الحرب. يلا يا عم امشي، يلا امشي يا عم، يلا بقى، ويلا يلا 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 يلا. خلينا نخش. وانا ليه مش معايا سلاح؟ دول صحابي. ايوه يلا، فين السلاح؟ عندك انت؟ عندك؟ مش معاك ليه؟ يلا بقى، ده انا قاعد اعمل ايه؟ خلينا اسرع كده. اخيرا سلاح. ايوه بضرب منين؟ الزوم. يلا 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 يلا، ويلا بقى خلينا نعمل الزوم. يلا اضرب من بدله من الار، بيضرب من الار. الله ده بوريلود يعني. ايوه ايوه الله، اللعبه جاحده، انا هعملها سلسله. لو في اسلحه تانية اي كي اي كي. طب ايه اللي هيحصل يعني لو ضربت من غير زوم؟ طب ده اسهل وربنا. خد، لكن ده هينشلها صح، لكن مش معاه رصاص كتير. يعني انت مديين لي رصاص قليل؟ طب ليه؟ يلا، هو الصوت وحش جدا. ايوه انت رجعت يعني من الاستكشاف. خلينا ناخد السلاح اللي فيه رصاص كتير. يلا بقى ماشي، خلينا نتعود كده على التحركات. ده الزوم وده بيضرب والانالوج. ماشي يلا بقى اللودينج. ماشي يلا نبدأ نتحرك. يلا يلا، لو بس انا عايز اقتل العدو بأي طريقة. انا اسف ان انا مش بنزل كتير، بقعد اسبوع وممكن اقعد بالاسبوعين، لكن عشان عندي الدراسة ومش بقدر اصور كتير. يلا 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 اتحركوا يا عم، انت وقفت ليه؟ دبابة. الموت الموت. ورايح لها؟ خلاص نروح لها بقى. وعلى مصفر حذرت لي، اهرب اهرب انزل. ايوه اخيرا. يلا طب واللي ورايا؟ ام كمل. ايه ده؟ ده العدو بينزل ودبابات وحاجات. بدايه الحرب. الدبابه فوقينا. اضرب على فوق مرة واحدة. هيد شوت هيد شوت. او ماي جاد، اللي هيقرب من هنا هيموت. يا عم موت يا عم، اللي هيقرب من هنا هيموت. خد خد مات. ده انا التنشيل عندي قد كده. ايه شخصيتي بتتحرك بطيء عشان كده؟
يلا نقعد تاني ما دام صاحبي ده وقعت. يلا ايه ده؟ سنايبر سنايبر يا رب سنايبر. مفيش حاجة خلاص، لان كانوا بيضحكوا علينا. اوعى تموت. يلا ليه يعني انت لازم يعني تحط نفسك؟ يا لهوي ايه ده؟ وين اللي انا رميته ده؟ اوه ماي جاد، رميت قنبلة على صاحبي على نفسي. خد خد طبيت. ايه ده؟ دول ماتوا. ماشي يلا يلا يلا. ده ايه ده؟ خلينا نشوف اسلحة، انا عايز سلاح جديد عشان يبقى كده تبقى ريلود او ريلود من الكامل. يلا بقى، ده هتبقى اول حلقة وهتبقى تلاقيها جاحدة. اوه ماي جاد. يلا يلا يا عم انا مش هخاف. ايوه شيك بوينت. ماشي طب انا بمشي ازاي؟ ماشي شكرا، انا بمشي وراك. انت القائد، بمشي وراك وخلاص. العلامة الصفرا دي لازم احنا نروح لها. ماشي يا عم انت خليك. وانا بعمل ايه؟ العلامة الصفرا انا واقف عندها. خلينا نمشي ورا ده والتاني. ايه يا عم خد يا عم. طب احمول انتوا. ايوه احب اللعبة لما تبقى مرة واحدة سريعة. اقعد يا عم، زوم عليه عدل. ريلود. اوه قناصة اخيرا اخيرا قناصة. يلا يا عم موت كده، انا شفتك جالك الموت. جاي مثلا 2008. طب انا بتحرك منين بقى؟ لف شمال كده. ايوه في منطقة، في منطقة كده. اوه في سلاح هنا. هاخدك هاخدك هاخدك. تعال تعال. ايوه انا عايز، انا ده السنايبر. حلو خلينا كده نشوف ده الاي كي. ايه ده راح فين؟ البتاع راح. البتاع راح. ربنا عوضه علينا. يلا اوه اوه يا لهوي، ده انا خدت له حبة. طب انا هعدي ازاي يعني؟ خلينا كده ندوس جامد. بينام. امشي امشي يلا بالعافية. بيمشي هذا الكابتن. يلا بقى يلا امشي يا عم كابتن بيترسون. ايوه بيترسون. يلا ارشدنا. مفيش حد يا عم كمان. يلا 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 يلا. اللي متحمس معايا دوس زر اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. ومروح نجري كده ليه؟ موت موت يا عم موت على طول. موت موت على طول الموت. سلاح جديد بقى. ايوه اخيرا بقى سلاح جديد. يلا بقى خليك نكمل. ده بيعمل ايه؟ ماشي مش ده السلاح اللي لسه واخده.
طب يلا بقى خلينا نكمل يلا خلينا نغير السلاح. اوه ايه تاني؟ ايه ده، فين السلاح التاني؟ ده انا ببدل. لا، ارجع. دوت ممكن اخد مكانه التاني. خلاص خلي القناصة بقى مكانها، مش محتاج انا الايكي اهم، الرشوت عندي اهم. برضو ما خدتش ام السلاح ليه؟ هات السلاح. ايوه كده، انا بقى عايز السلاح دوت. خلاص بقى الايكي مش مهم، عدي بقى بالرشاش. يلا امشي. ايه في ايه؟ اوه يا لهوي، الموت. تعالى يلا بقى موت. يلا دمرناه. ايه تاني؟ قنبلة. طب يلا غور. يلا يلا بقى يلا خلصونا. يخلص على طول. يلا ودي كانت حلقتنا، واللي عايز نكمل في اللعبة يكتب لي تحت في الكومنتات، وما ينساش اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وسلام.